أهلا بكم من جديد، نتابع النشر بهذه الحلقة ونتوقف عندما تنقلته بعض المواقع الإلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الفائت عن موضوع يتعلق بمسلسل وأشرقت الشمس. طبعا مسلسل أشرقت الشمس، بغض النظر عن نجاح هذا المسلسل ونسبة المتابعة العالية لهذا المسلسل، وطبعا إن كان من ناحية القصة والإنتاج وكل هذا الموضوع نحن ما قلنا علاقة بهذا الموضوع، لأنه هناك تقريبا شبه إجماع على جمال ونجاح هذا العمل، ولكن ما أثار هيك علامات استفهام هو ظهور أغنية المقدمة أو الأغنية الخاصة بأشرقت وأشرقت الشمس، ظهور كلمات نفس كلمات هذه الأغنية بنشيد سابق للتيار الوطني الحر، يعني نفس الكلمات اللي استعملت بأغنية هذا المسلسل هي كانت مستعملة نفسها بنشيد خاص بتيار الوطني الحر وبالعماد ميشيل عون. ليتبين لنا بعد التحقيق وبعد محاولة بالأول أنه مش حابب احكي ومش حابب علق وما بدنا نفوت بالمواضيع، ان كاتب الكلمات هو نفسه، هو الاب فادي ثابت هو الذي كتب هذه الكلمات، وتبين انه هو ايضا من كتب في السابق هذه الكلمات لنشيد خاص في التيار الوطني الحر. فهل الاب فادي ثابت هو يسرق نفسه بنفسه، ام الاب فادي ثابت يكتب سرا نشيد للتيار الوطني الحر، أو ما هي الحقيقة بالفعل؟ إذن بعد هذا التقرير ربما تكون بعض الأمور قد توضحت، ولكن يبقى هناك بعض الالتباس في مكان ما سنستوضحه من الأب فادي ثابت الموجود معنا. حتى من أخرك أبونا، بعرف عندك تحضير لأعمالك جديدة، أخذناك جبناك قبل بوقت على اساس بدنا نطلع بالموعد السابق، راح نسرع قد ما فينا. اول شيء بدي امسيك بالخير. الله معك، اهلا فيك. تفضل تفضل. يعني ما بعرف اذا كلمه الاب فادي ثابت سرق نفسه. هلا الكلمه صحيحه ومش صحيحه. نعم. لانه اذا انت بدك ترجع للشاعر، انه مرات كثير الشاعر بشوف انه الكلمه تبعيته يلي بيقولها يمكن ما بتلاقي أصداء أو مش كل الناس بيسمعوها. يعني أنا إذا بسألك كسر قيود الكب بلد إيدي، كنت سمعها أنت؟ كنت سمعها هالغنية؟ يعني هلا عم تفقعني سؤال. لا أنا عم بسألك سؤال، إنه كسر قيود الكب بلد إيدي أنت كنت سمعها؟ بصراحة لا. أوكي. بصراحة لا. بس يمكن في كتير ناس غيري سامعينها، يعني من الناس اللي متابعين لمواقع التيار ولأغاني التيار وأناشيد التيار أكيد سامعينها. بس الفكرة هي توني إنه هالغنية هيدي، هالكلام يلي عم بسمعه أنا وهيك عم بتمعن فيه، عم حسه كلام كتير كبير، وهذا كلامي كلام حلو بينقال لوطن يعني. فانطلاقا من هون بتصور إنه لما في شريحة كبيرة من الناس قادرة إنه تسمع هالكلام يلي نعم. بيتغزل بالوطن وبيحكي عن الوطن وبيقول له للبنان كسر قيود الكب بلد ايديك، هذا الشيء بيشمل كل انسان وطني وكل انسان مؤمن بقضيته، وهالكلام بينعاد مره ومرتين. طيب. وثلاث مرات بتصور. المهم هون يعني بينت معنا بالاول انه اول ما طلعت انه الاب فادي ثابت سارق كلمات هذه الاغنيه من اناشيد التيار، تبين فيما بعد انه حتى الكلمات بنشيد التيار هي كتبها كمان الأب فادي ثابت، ولكن السؤال هل كان الأب فادي ثابت يكتب أناشيد التيار الوطني الحر سرا؟ يعني خليني اليوم يقال أنه عندك ميول سياسية عونية. لا أنا كتبت، بلكي كرجل دين كنت مثلا ما بتحب أنك تقحم نفسك بالسياسة علنا، فكنت تعمل هالشي بالسر؟ أبدا هذا الشيء مش صحيح. يعني أنا كتبت مثلا غنية 10452، يعني هالشي لا يعني أنه أنا بالقوات اللبنانية، لأنه بنعرف نحن أنه هذا السلوغان هو لبشير الجميل، وأنا عملت مسرحية سميتها 10452. قصة هذه الغنية بإحدى المرات كنت عمول قصيدة للاستقلال، والقصيدة بتقول بتبلش بكسر قيود الكبلة إيديك واحكم على اللي تاجر بدمك، انت الدنيا ومجد الدنيا عينيك يا زهر غير الرب ما شمك،
بحكي عن لبنان وبقول له ركعة شعوب اقتارعة إجريك يا جبين عالي الموت ما همك وقصود تصرخ بالوغى لبيك بضحي بحياتي بموت كرمالك وتغفى وزنودة مشمرة تضمك. حلو. هيك بتبلش الغنية بالاستقلال يعني قصيدة للاستقلال قلتها. طيب. بيجي لعندي روك شليلة وبيسمع هالغنية بيقول لي أبونا ليش ما بنعملها غنية وطنية. كتبت أنا بلشت نفس الشيء كسر قيود الكباليت لديك وبكفي بقول لبنان من قبل الدني مجبول بالإلهام يا كبير من قدك صغير الدني حدك فيك الأرز عنوان شامخ مدى الأزمان يا لبنان وبتتلحن هيدي الغنية هلأ بالنهاية إذا 10452 حبوها القوات اللبنانية هودي أولادنا بالكنيسة وإذا كسر قيود الكباليت إيديك حبوها العونية كمان اخوتنا بالطيار كمان هودي اخوتنا بالنهايه الكنيسه الوحيده هي اللي بتجمع وبالنسبه لإلي انا الكلمه هي صحيح لما انا بيجي بعطيك هديه الهديه بتكون لإلك الا الكلمه يسوع طيب بس هل انت اعطيت الهديه؟ لا انا هيدي انعطيت الاغنيه طيب. كغنيه للوطن وانحطت فيها بعض الشعارات يعني مش انا حطتها. شو كان عنوانها للاغنيه؟ لانه الاغنيه مثل ما انا نازله على عند التيار نازله يا شعب لبنان العظيم. شو كان عنوانها الاغنيه؟ كسر قيود الكباليت ايديك. كسر قيود الكباليت ايديك، طيب نحن اليوم قلت لي انك كاتب هذه الاغنيه انها تغنى للوطن وتغنى للبلد وتغنى للبنان. ما دور الوطن ولبنان والبلد بقصه أشرقت الشمس. هي إذا بترجع أنت للقصة وبتشوف أنه كل القصة بتحكي عن العبودية وكل القصة بتحكي عن الإقطاع عن الإقطاع يلي كان مسيطر بهيديك الوضع وبتشوف أنه الناس عم يسعوا للحرية ولكن لبناني لبناني إقطاعي على لبناني بس بنظرك لبناني أنت مستعبد لبناني يعني نحن اليوم ما نكون عاملين غنية للوطن يعني هذه الغنية بكل أحاسيسها وبكل قوتها وبكل مشاعرها اللي بتحس فيها هي معمولة للبنان صح للوطن ليش قزمت هذه الأغنية بهذا المكان بالذات اللي لا دور فيه للوطن يعني عم نحكي عن وضع اجتماعي سائد بلبنان وضع تاريخي كلنا بنعرفه وكلنا عايشناه وسمعناه من أبائنا ومن جدودنا يعني أنا يعني عذرا على كلمة قزمت يعني ليس انتقاصا من قيمة هذا العمل اللي أنا بعتبره من أجمل الأعمال الدرامية اللي عم تنعرض على الشاشات ولكن أنا بعتبر أنه تقزمت هذه الأغنية من سحبة من مكان يعني عندما استعملها التيار يمكن استعملها بمكانها يعني استعملها بالمكان التي يجب أن تستعمل فيه ولكن عند استعمالها هنا في هذا المسلسل أليس ذلك تقزيما أول شيء للمعاني وللهذه الكلمة؟ أنا بسألك سؤال أنه يا هل ترى الاستعباد راح من عنا من بلادنا؟ أنت قلت أنه الاستعباد كان بماضي زمان أنا اللي بدي أقوله أنه الاستعباد لم يزل انت عامل غنية للبنان انت مش عامل غنية من هو ضد لبنان؟ الاقطاع من هو لبنان لبنان هو الشعب انا عم نفلسف الامور لا مش عم نفلسف الامور لنلاقي تبرير لا مش عم نلاقي تبرير من هو لبنان لبنان هو علم برفرف او انا وانت هو لبنان يعني انت توني لما بتجي لهون وبتحكي مشاكل الناس وهموم الناس يعني انت مش عم تقزم لهم مشاكلهم انت عم بتدافع عنهم فبهالقصة هيدي اللي هي أين تليق أكثر كلمات هذه الأغنية بنشيد التيار الوطني الحر أو بمسلسل وأشرقت الشمس هيدي الأغنية تليق بلبنان طيب وهيدي الأغنية تليق بكل أكثر يعني أين لبنان يستفيد أكثر من هذه الأغنية وكلماتها في المكان التي استعمل به التيار الوطني الحر أو في المكان التي وضعت به في المسلسل إذا أنت سمعت هالغنية عندك شغل بدك تروح إذا جاوبني إذا بديش أسرك بكير ما بديش جاوبك مثل ما بدك مش مثل ما بدي أنا بدي مثل أنت بدك أنا عم بسألك إذا أنت سمعت هالغنية بتحس إنه هالغنية بتحكيك إيه أو لا أنت كوطني كلبناني جاوبني بليز كسر قيود الكباليت إيديك واحكم عيالي تاجروا بدمك أنت الدني ومجد الدني عينيك يا زهر غير الرب ما شمك تعنيك هالكلمة؟ أين تليق أكثر؟ تعنيك هالكلمة؟ أكيد كل كلمة بتعنيك هالأغنية هيدي بتليق بكل إنسان لبناني بحب لبنان وبيدافع عن لبنان وكل إنسان لبنان بتعني له